وأعظم حصن هو القرآن. أباش نتحصنه بالقرآن. ولكن إحنا تن مرطوب ده تقول لك شوف لي شيء فقه يقرأ عليا أبو زعطوط الزعطوط يقرأ عليا ونعطيه 20,000 فرنك ويجي يقنقر على الماء هاك 15,000 فرنك أقرأ على راسك حافظي يقول والله أحد قل أعوذ ربي الفلق قل أعوذ ربي الناس الفاتحة آيات الكرسي وأنتم أنتم ما فيتكم عنه الرقية أنتم حافظين هاش ولكن إحنا لا خصنا اللي يقرأ علينا أقرأ على راسك شكون فيكم من يجي ينعس تقرأ آيات الكرسي الرسول صلى الله عليه وسلم قال النصيحة الشيطان لأبو هريرة قال له غنوصيك واحد الوصية قال له شنو قال له أن تقرأ آية الكرسي ما يجي ينعس فإنه لا يزال عليك من الله حافظا حتى تستيقظ ولكن لا النود البنت راسها شعرها مريش في الصباح عينها خارجين اش كاين واحد الحلامة وعرفتي ماهيش الحلامة عرفتي ماهيش الحلامة حيتاش مي كنتي تنعس نعستي مشيتي فيها والغلطة درتيها اليوم طحتي تحت الحفرة ولا من عرف هاي الحفرة طحتي فيها ما تجي تنعس نزل لك البيعة وشارية والتليفون عمل له الطيارة باش ما يصدعك تا واحد عمل له الطيارة وجلس وقل أعوذ بالله من اسمع ما تجي تنعس بنت الول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من نفخه ونفثه وهمزه الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم ونعس وذيك الساعة أجي يقول لي واش نحلم شي حاجة واحد ما جي لعندي قال لي أخي رضوان أنا فيا السحر ولا عملوا لي ولا قلت له ماله قال لي كنحلم بالليل وشي حلايم وكننغوت قلت له الدواء ديالك عندي ولكن أنت متيقن أنك تستعمله قال لي أنا نستعمله قلت له عندي واحد صاحبي عنده الشركة البني تخدم معاه في البني تهز السيما واللاجو ومين يجي في العشية نعس إذا شفتي شي حاجة أجي بزق عليا إذا حلمتي شي حلامة أجي تفل عليا غيطيح كاو واخا تجي الدقة المراكشية يضربونه مع راسو ما يفيقش هذا عاد غيحلم هذا هو يقيل ناعس بيطالي لا خدمة لا ردمة ويقول لك أنا حلمت من طبيعة الحال نحلم شابع نعس قيل نهار خدمت مالا وكان في شي خدمة مي غتجي بالليل غتحلم تسعود فيق غتفيق في التسعة هذيك الحلامة اللي غتحلم فلهذا ينبغي الإنسان أن يعتني بالقرآن والأذكار الأذكار قولوا الدعاء ماشي نقراو ماشي دار خارجي أي حاجة حصن المسلم كيعمل جوج الدراهم نزلوا في بلاي ستوري في التليفون ما غاتشريش نزلوا ما قاريشي بالصوت قل دعاء احنا لا ما حافظينش الادعيه وخصوصا في الفيسبوك هاد الايامات في الواتساب اللي قال هذا الدعاء هذا وبغينا يقولوا مليار الناس كلام ديال الحومه انا اللي كيصيفط لي هادشي في الواتساب كان بلوكيه في رمشه عين صيفط لي الدعاء ديال الحومه وكيقول لي انشره ولك الاجر اش كنقول له انا بلوكيه ولك الاجر والله ما يضرب ضربه تما الواتساب صيفط لي طمن عليا اهلا لاباس ما تحمقنا نهار الجمعه القيامة جمعة مباركة الصين شعبية كاملة كتصيفطاني أنا صيفطوا الحاجة مهمة والدعاء اللي قالوا الرسول صلى الله عليه وسلم فين كاين في حصن المسلم احنا لا خلينا الدعاء اللي قالوا الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم اكفيني بحلالك عن حرامك واغنيني بفضلك عن من سواك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار هذه الأدعية للقرآن والأحاديث